إلا كنتي كظن أن السي في هو عبارة عن وثيقة اللي كنديرو فيها المعلومات الشخصية ومجموعة من المعلومات على المسار المهني والدراسي ديالنا فقط، فهاد الفيديو هذا ليك. مرحبا بكم في هذا الفيديو الثالث من سلسله الفيديوهات ديال البحث عن عمل، من بعد لا فيديو اللي درت لكم على لو مارشي بروفيسيونيل والثانيه اللي درناها على فايندين جوب از جوب. دابا غادي نهضروا على السي في. في الوقت اللي كانوا فرص العمل اكثر من الباحثين عن عمل، كان السي في هو وثيقه عاديه كنكتبوا بها المعلومات كنحطوها كوم جوستيفيكاتيف باش نقدروا اننا ندوزوا ليطاب الثانيه ديال لونتروتيان. اما دابا فالسي في تحول من وثيقه عاديه لان دوكيومون دو فونت، يعني هو وسيله اساسيه اللي غتضمن لي واش غيعيطوا ليا لونتروتيان او با. فإلا كنتي مازال كتعطي السي في ديالك مول سيبر مول المكتبه ولا كتكوبيه من جوجل، فهاد الشيء هذا خصك تبدلو لان ممكن يشكل لك عائق في رحله البحث عن عمل. فقبل ما تتاح لك الفرصه انك تجي لانتروتيان وتدافع على الحظوظ ديالك في انك تاخذ داك لو بوست وتشرح شنو هما لي كومبيتونس اللي عندك والقدرات اللي عندك وعلاش انت خصنا نختاروك من غير الناس الاخرين، فالمرحله ديال السي في ايسونسييل اللي فيها كتحط واحد الورقه اللي كتهضر بسميتك، فلهذا ما يمكنش نكتبها نيمبورت كومو وما يمكنش نعطي لاي واحد يكتبها وما يمكنش نكتب فيها اي حاجه. الوغ لي بارتي ايسونسييل في ان سي في هما التصويره والمعلومات الشخصيه ديالك او لانتيتولي دو بوست او لانتيتولي ديال الدبلوم ديالك، اي تحتو كدير دي روبريك منهم لا فورماسيون ليكسبيريونس بروفيسيونيل لي كومبيتونس لي لوازير لي لانغ وحوايج اخرين، ولكن الاساسيين هما هادو. في المعلومات الشخصيه خصكم تاكدوا انكم ما تغلطوا في حتى حاجه، ردوا البال واحد الحاجه اساسيه هنايا هو ان لادريس ايميل اللي غادي تحطوها في هاد لا روبريك هادي حاولوا انها تكون ان ادريس بروفيسيونيل وماشي داكشي اللي كنتو كرييتوه فاش كنتو كتقراو في الكوليج اولا في الليسي، بحال داكشي ديال رونالدو 07@ .com او omixa-beauty@hotmail.fr. التصويره بيان سور حتى هي تكون بروفيسيونيل، ايفيتيو داك التصاور ديال السيلفيات ولا التصاور اللي من موراكم العرس ولا موراكم الطبيعه او التصاور اللي كتقطع حداك شي واحد وكتحيد كتف وكيبقى يبان داك الشيء ماشي هو هذاك. في لانتيتولي دو بوست اما تدير سميه ديال البوست اللي كتفيزي، سافا دير كو كل اوفر دومبلوا غادي تصايب لها ان سي في بوحدو لان غادير ان انتيتولي دو بوست جديد، اولا كدير سميت الدبلوم ديالك وكتهني راسك. بلاصه لا فورماسيون كنهضروا على لا فورماسيون اكاديميك وتنهضروا حتى على لا فورماسيون بروفيسيونيل، سافا دير كو القرايه اللي قريتيها باك باك بلس 2 باك بلس 3 باك بلس 5 وحتى لي فورماسيون اللي فيهم يومين جوج سيمانات شهرين عامين اللي ما عندوش علاقه بالكورسوس تراديسيونيل ديالك واللي درتيهم اون باراليل باش تقدر ديفلوبي لي كونيسونس ديالك. وبيان سور ما نحتاج نفكركم انكم تتبداو من جديد للقديم. لا ميم شوز بالنسبه لي زيكسبيريونس، تندير الخدمه كسوا عندي كونطرا ولا ما عنديش، وكندير لي ستاج سواء عندي اون اتيستاسيون ولا ما عنديش. المهم مجموع التجارب المهنيه اللي دزتي فيها منين بديتي كتخدم حتى لدابا. في لا بارتي كومبيتونس نهضروا على جوج ديال الانواع، لي كومبيتونس تكنيك اللي عندهم علاقه بالدومين ديالك، كاين لي كومبيتونس كومبورتمونتال او لا كومبليمونتير اللي تيعاونوك انك دير هاد لو طرافاي تكنيك باحسن وجه ممكن. كاينين الناس اللي كيزيدوا لي لونغ مع لي كومبيتونس وتيسميهم لي كومبيتونس لينغويستيك، كاين اللي كيديروا روبريك خاصه بلي لونغ اللي كيحط فيها كل لغه والنيفو دو ميتريز ديالها. وفي الاخر كتجي لا بارتي لوازير او لا سونتر دانتيغي، يعني الاشياء اللي تديرهم او لا تتهتم بهم اللي خارجين عن النطاق ديال الدراسه والعمل واللي تيبينوا النوع ديال الشخصيه ديالك والميولات ديالك باش لو ريكروتور تياخذ عليك فكره. وهنا بغيت نسطر على واحد الفكره اساسيه، ان سي في دائما تيتقرا من التحت. علاش؟ لان كيكونوا عندنا دو بروفيل قارين في نفس المدرسه عندهم لي ميم زاني دو فورماسيون لي ميم زيكسبيريونس الا كانوا داروا غير لي ستاج بازيك ديالهم جينيرالمون لي ميم كومبيتونس اي لو ميم نيفو دو ميتريز دو لونغ. باش كنفرقوا بيناتهم هما لي لوازير لي سونتر دانتيغي اللي تيعطيونا فكره على شنو الفرق بينك وبين هذاك الاخر. وباش ما نطولش عليكم هذا الموضوع طويل وشيق، داكشي علاش قررت ندير فيه جوج ديال الاجزاء. الا كنتو في لاشين يوتيوب غتلقاو لا فيديو في هاد لاشين، الا كنتو في لاباج فيسبوك ديال الكوتش غتلقاوها في لي بوبليكاسيون لي الفوق. وقبل ما تمشيو عندي لكم واحد لانونس مهمه جدا، بناء على الطلب ديال بعض منكم صايبت ان بروغرام دو كوتشين فيديو فيه اكثر من 25 فيديو ديتايي على لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا دو ا ا زد. اللي بغى يعرف بلوس دو ديتاي على هاد لو بروغرام في لا ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو هادي غتلقاو لو ليان ديال ان جروب فيسبوك، غادي تاجوتيو راسكم في لو جروب اون فا فوز اكسبتي، غتلقاو لا فيديو تمايا اللي كتشرح لكم اون ديتاي شنو هو هاد لو بروغرام دو كوتشين فيديو. وما تنساوش تمشيو تشوفوا الجزء الثاني ديال سيفي.